بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا أحلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة اللحمة بالخضار، جميلة والصوص بتاعها جميل. قبل ما نبدأ الفيديو، بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنجيب اللحمة ونعمل لها، ننقعها في المحلول، بحط لها ليمون ومية وملح وشوية سكر، خليها بيضة وجميلة. بنجيب معاها زبدية، الزبادي بيطر سواء اللحمة أو الفراخ، بيخلي الأنسجة تتفتح بتاعت اللحوم والفراخ، وبتديها تطرية وطراوة كويسة، وتخليها لينة وبتستوي بسرعة. جبنا بهارات، بابريكا وبهار لحمة وفلفل، طبعا فلفل ده في كل الأكل، شوية كمون صغيرين، وحطيت كمان فصين حبهان، ومعاهم طبعا في بصل متقطع جوانح، في فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر، وطماطماية متقطعة برضو تدي لها مزازة ولون محمر. وطبعا البهارات ما ننساش، كمان بنجيب تومتين ونحطهم مع البصل، ودول بيتقطعهم ونفرمهم. التوم كله فوائد وبيدي ريحة للأكل. كمان معاه توم بودر وبصل بودر، كل ده هنحطه على اللحمة. بنقطع اللحمة بحيث ان هي ما تبقاش تخينة، حجمها بيبقى كويس عشان يسهل عليكي عملية السوى. بنبدأ بنقطع زي ما احنا شايفين الفلفل الالوان، عبارة عن بعمله زي الشرايح كده واخد طول، والبصل عاملينه جوانح، كل ده بيبقى ظاهر في الوصفة، يعني ما بنفرمش البصل خالص جامد، لا عشان يبقى ظاهر في اللحمة. وبعد كده بنبدأ نجهز اللحمة بعد ما نضفتها تنظيف كويس، بجهزها عشان ابدأ. واجيب طاسة واحطها على النار وانزل اللحمة فيها زي ما احنا شايفين، حطيت معلقتين زيت ذرة، واحط اللحمة فيها بعد ما تغلي وتسخن. هتديني هديلها صدمة، بسيبها لغاية ما لونها يتغير مرة من تحت، وبعدين اقلبها على الجنب التاني. زي ما احنا شايفين اول الزيت ما سخن هنبدأ نحط اللحمة لغاية ما نحط كل الكمية. وبسيبها شوية لغاية ما لونها بتاخد تقريبا سوا حلو، لغاية ما لونها بيبقى حلو بدي على اللون، بقلب على الجنب التاني. دي بتعتبر اللي بنقول عليها صدمة، لازم اللحمة تتحط كده لغاية ما تنشف وهي موجودة بالشكل ده. بتنزل ميتها وهي في الطاسة
وبغطيها كمان شوية وهي محطوطة على الطاسة. ويبقى معايا طبعا بس بسيبها لغاية ما اللون يدي لون اللي انا عايزاه. ادي ادت اللون اللي انا عايزاه، بدأت احط لها معلقتين حبهان، وحطيت ورقة لورا، كل ده بيدي لها ريحة كويسة. حطيت الزبادي، بدأت احط الزبدية درجة درجة واقلبها مع اللحمة عشان الزبادي ما يتكتلش تحت، هيدي لها صوص كويس وهيخلي اللحمة تستوى بسرعة. وطبعا الملح بحطه في الاخر، لان لو حطيت الملح في الاول هيأجل عملية السوى وهتاخد وقت في السوى. حطيت ليمونتين كمان مع الزبادي، وبغطي عليها شوية، بنزل الاول بالبهارات كمان اللي هي فلفل وبابريكا وبهار لحمة طبعا، معلقة قرفة صغيرة. ادي البهارات نزلناها، وهنقلبها ونغطيها شوية لغاية ما تديني اللون اللي انا عايزاه واللحمة تستوى مع الزبادي اللي احنا حطينه والصوص اللي احنا حطينه، وبدأت تنشف عليها. طبعا بعد ما تلاقيت ان اللحمة طرت معايا، انزل بالخضروات، الفلفل الملون احمر واخضر واصفر، واقلبهم مع اللحمة والطماطمية اللي متقطعة. كل دول هيدي لها قيمة غذائية. طبعا الخضار في ناس ما بتاكلوش، لكن ما بتدخليه في وش في جوه الاكل بيدي طعم للاكل وبيديله قيمة غذائية، لان الاولاد ما بيحبوش ياكلوا الخضار. بستغل الفرصة ودخليه جوه الاكل عشان يقدروا ياكلوه. وبكده اللي احنا شايفين الخضار ادالها طبعا القيمة اللي احنا عايزينها. زائد ان الخضار بيدلها لون جميل، الالوان بتاعة الخضار الاحمر والاخضر والاصفر بتدي للوصفة شكل حلو، وبتكتر لك من الطبق اللي انت عاملاه، ويتاكل كده ويبقى طعمه جميل. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. اديكم شايفين لما خلصت حطيناها في الطبق التقديم قد ايه كانت ريحتها جميلة والطعم احلى. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوناش في اللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من منوعات دودو ابراهيم. والى اللقاء في فيديو جديد باذن الله. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون عام سعيد على الجميع، كل خير وبركة وصحة. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.